يعني لا بتحبيه وكمان ما انتش مطمنه له. هو انا ما بحبوش وبس، ده انا ما بطقوش، ده لما بيخش عليا بحس ان عزرائيل دخل هياخد روحي. يهو، وايه اللي جبرك على كده يا اختي؟ ما تفضينا من الحكايه دي، مش كفايه مشحططه نفسك ومشحططه عيالك وجايه دلوقتي تقولي مش طايقاه؟ ما بلاها الحكايه دي. لا، مش قبل ما اعرف ايه السر اللي وراه. ده وراه سر يا حبيبتي. ايه، يكون عاوز ياخد اللي عندك؟ طب ما هو عنده شيء وشويات، ما يكونش عايز يخلي الخير خيرين. نان يا موني، اصحى يا جميل. ايه اصحي بقى، يلا انا عمالك فطار يجنن. لا، نص ساعة كمان والنبي. نص ساعة كمان والنبي ايه؟ انت عندك محاضرة الساعة 10 ودلوقتي الساعة 9 يا دوب. يلا بقى احسن، الفطار هيبرد. ده تبقى تسخن لي اللبن. لبن؟ الفطار ما فيهوش لبن، قومي وانتي تشوفي بنفسك. صباح الخير. صباح الفل يا جميل. يلا يا قمر اغسلي وشك قبل ما صحي حسام. حاضر. مراتك النهارده عملت جو للبيت زي العسل. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور. انتي خارجة من أوضة حسام ولا ايه؟ انا كنت بصحيه. انا كنت فاكر انك بتصحي منال. هي فيها حاجة اني صحي حسام؟ لا يعني، بس بيخلي خالة فاطمة هي اللي تصحي. انا اسف، انا عملت كده عادي يعني. انا عارف، بس ارجو ان ده ما يتكررش تاني. حسام مهما كان شاب وممكن يبقى واخد حريته في اوضته. انا والله العظيم بعمل حسام زي احمد اخويا بالظبط، ده حتى حسام اصغر من احمد. انا عارف يا حبيبتي، انا مش قاصد احرجك، بس ماما لو كانت موجوده هنا ما كانتش هتسكت. ما انا لو ماما موجوده ما كنتش هعمل كده. انا بحاول احسسهم باهتمامي عشان ماما مش موجوده، مش اكتر. ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. خلاص يا ستي، صحي حسام واللي جابه حسام. انت زي امهم واختهم، ربنا يخليكي لينا. شفتي الصور اللي انتوا بعتوها لي؟ انا بروستها وعلقتها لكم. حلوة قوي يا امي، ربنا يخليكي لينا، ما نتحرمش منك ابدا. ستو ستو ستو، هي الشقه دي بتاعتنا؟ طبعا بتاعتكم يا روح ستو. كده وانت تعيش معانا هنا على طول؟ ما ينفعش يا حبيبي، عشان تبقوا واخدين راحتكم. هو انت مش هتقعدي معانا هنا كمان في الاجازه يا امي؟ ما هو اصل انا هفضل رايحه جايه كده عليكم ان شاء الله. اصل في لا اصل ولا فصل. خلاص براحتك، هم هناك ولادك واهلك وناسك. انت اول مره تعرفي كده ولا ايه؟ من فضلك يا توفيق ما تتدخلش بيني وبين امي. يعني كلمتي انا اللي وقفت في الزور؟ مش سامعه بتقول لك ايه؟ ايه بقول لها ايه بقى؟ انت مالك عمال ترمي كلام كده مش مفهوم؟ مالك يا ابن الناس؟ مالي في جيب يا حماتي؟ هي دي مش بنتك؟ مالهاش حق عليك ولا ايه؟ لا ليها حقوق عندي طبعا، بس افهم انتوا بتتكلموا على ايه. ولا حاجه يا حماتي، بس انا يهمني ان مراتي دي ما تزعلش. ياه، وهتزعل من ايه بس؟ مالكش دعوه بيا خالص، وبعدين انا مش زعلانه. هو انا اقدر برضو ازعل من امي كده؟ يعني اخرج انا منها؟ ايه يا ابني بس، تخرج ايه وتدخل ايه؟ انتوا مالكوا شادين كده من ساعه ما دخلتوا؟ في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ما دام مش فاهمه بقى افهمك. بقولها لك تاني يا توفيق، ما تتدخلش بيني وبين امي خالص. لا داخل ولا خارج، انا نازل اجيب لقمه نتسممها. يوه استر يا رب. مالك يا دناي؟ يعني انت مش عارفه مالي يا امي؟ اتربيت عمري كله بعيد عنك، واديتي وقتك كله لسوريا وعيالها، ولما بقالي بيت وقرش تعبانه فيه مستكتره حتى تقعدي معايا كام يوم وعاوزه تجري عليهم. هو انا برضو مش بنتك؟ ازاي بس يا بنتي انت مش بنتي؟ ده انت حته من قلبي يا حبيبتي. ده انا مقطوعه من شعري، انا ماليش حد خالص، لا ام ولا اب ولا اخ ولا اخت ولا خال ولا عم، ماليش غيرك انت اللي في الدنيا دي. ومرة رميتيني ليه من صغري يا امي؟ غصب عني يا دنيا، غصب عني والله. كنت لازم اشتغل عشان اربيكي كويس واجوزك واجهزك عشان ما تتمرمطيش. انت ما تعرفيش انا بعد ما اتطلقت من ابوكي ورمانا في الشارع حصل لي ايه. طب مش كفايه بقى وتسيبيهم بقى؟
هسيبهم ازاي؟ ما اقدرش، ما اقدرش اسيبهم، ده بقوا في رقبتي من اول الست سرية لمنال. مش عارفه، مش عارفه اعمل ايه؟ يعني اروح اقول لهم خلاص انا استغنيت عنكم، انا هسيبكم؟ ده انا بقى قللت الاصل، ابيع العشره بتاعتهم دي كلها والجمايل اللي عملوها معايا والخير اللي غرقوني فيه علشان خاطر بنتي رجعت ومعاها قرشين وجابت شقه، اقول لهم خلاص ما عدتوش تلزموني؟ لا مش عارف، انا مش عارف اعمل ايه. يا امي يا امي، جوزي بيعايرني كل شويه عشان انت بتخدمي في البيوت. ايه؟ ايوه يا امي، كل ما اقول له على حاجه يقول لي انت بتترسمي على ايه؟ دي امك خدامه. خدامه؟ الخدامة دي هي اللي لمته وخلته راجل وديته بنتها. انا اللي وقفت جنبه لما كان مش لاقي شغل لمدة 3 أشهر، انا اللي جبت له الفلوس دي علشان يسافر. ده جزاتي؟ ده انا اللي عملت له الباسبورت وجبت له التذكرة بتاعت الطيارة. اذا كنتوا نسيتوا الإيجارة هاتوا الدفاتر تنقارة. يلا يا سلوى، غيرين هدومك على ما انا وماما نحضر الغدا. لا لا لا، انت غير هدومك، انا هحضر الغدا النهارده. وفي ايه لما اشاركك يعني؟ انت برضه جايه تعبانه، حصصك كانت اكتر مني. معلش النهارده بقى انا مصر احضر. هاف تايم يا جماعه، ارتاحوا انتوا الاثنين وانا احضر الغدا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دي بابا جه اهو. ايه يا حبيبي؟ ايه يا ايمن؟ ايه اللي جابك هنا؟ الله، ده الموضوع طلع بجد اهو. مو تعبانه اهو، عايزه اوديه الدكتور. انت متجوز الرد وعندك ولد كمان؟ مش ده اللي انا قلته تطلعوا من البلد؟ انت رد عليا. انت يرد عليك يقول لك ايه؟ ما الجواب باين من عنوان اهو يا حبيبتي. مين دي؟ عرفتها امتى وجوزتها امتى؟ بتقرطصي يا ابني. ممكن ثانيه واحده بس علشان اعرف ارد عليكم؟ طب قول يا ابني، ريح قلبنا. الهي يريح قلبك. ده ايمن ابن فرج الميكانيكي اللي كنا بنصلح عنده عربيات البيت كله، اللي مات من شهرين. ده ابن فرج؟ الحمد لله ربنا ظهر الحقيقه. امال ايه حكايه بابا رياض اللي بيقولها لك دي؟ طفل يتيم ملوش حد، بعد ابوه ما مات قلت له اعتبرني زي ابوك بالظبط، وعدت نفسي قدام ربنا ان انا اقوم بكل طلباته واتكفل بيه. طب ما قلتليش ليه يا ابني؟ انا كنت هقول لك لا. بالعكس يا امي، انا كنت عارف انك هتقولي لي سيب لي الموضوع ده، بس انا كنت حابب اقوم بالدور ده. انت عارفه انا كنت بحب فرج ابوه الله يرحمه قد ايه. طب ما قلتليش انا ليه؟ المفروض ما حدش يعرف، دي حاجه بيني وبين ربنا وبين فرج. انا عهدت نفسي وعدت فرج ان ابنه امانه في رقبتي. ما تخافش يا حبيبي، ماما هتبقى كويسه ان شاء الله. طب ومامته دي بقى بتقول لك ايه لما هو بيقول لك يا بابا؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا ما شفتش مامته غير يوم دفنه فرج، ومن ساعتها علاقتي بيها عن طريق ايمن. ست غلبانه وطيبه، لما هتشوفيها هتحبيها. الله ينور عليك يا ابني، هي دي الجدعانه والرجوله. ايه مالك يا منى؟ لا ابدا مفيش حاجه. لا انت مش كنت بتكلمي الحاجه؟ ايوه. مالك متضايقه ليه؟ هي تعبانه ولا حاجه؟ لا ابدا مفيش حاجه. اصل ايه؟ ما تتكلمي. في ايه يا جماعه؟ مالكم؟ اول مره اخرج ما لقيكوش بتحبوا في بعض. شوفي ماما مالها. ايه يا ماما مالك؟ تيتا قالت لك حاجه على الموضوع امامي برضو؟ تقولي ايه؟ امامك؟ اصل انا ما حبيتش اقول لك عشان ما تتضايقش. ايه ما تضايقش؟ في ايه؟ ما تفهموني ايه الحكايه؟ اصل يا بابا عمامي ابتدوا يلاحظوا ان تيتا ما بقتش تنزل تقعد معانا زي الاول وسايبانا لوحدنا، فمش فاهمين ايه اللي حصل. هي ما قالت لهمش انك اتجوزتي؟ ايوه، ما هو لو عرفوا ان انا اتجوزت هياخدوا سلوى مني. ياخدوا سلوى؟ ليه؟ ازاي يعني؟ قصدي باي حق؟ ايوه، اصل هيقولوا يعني ان هم اولى يربوا بنتهم ما يربيها راجل غريب. راجل غريب من وجهه نظرهم طبعا يا بابا. اه فهمت. طب انا عندي فكره. قول يا بابا. الله يخليك، لحسن ما تتصورش الموضوع ده مضايقني قد ايه. الحاجة تيجي تقعد عندنا يومين زي ما كانت بتعمل الأول، انتوا كمان ما
مفيش مانع تروحوا تزوروهم كل شويه عشان يطمنوا. والله يا ماما فكره هايله. صح، وانا هكلم ماما تيجي تقعد معانا يومين.